مشاهدينا في كل أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أغابي أستراليا. مشاهدينا في كل أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بحضراتكم. حديثنا اليوم موجه لشخصية مختلفة في يوم مميز، فهو حديث غير تقليدي يتضمن في فحواه الكثير من مشاعر البنوة الممزوجة بالمحبة الكبيرة. فهو شخصية لا يختلف عليها اثنان على محبتها الكبيرة للكنيسة والوطن وخدمتها الباذلة في الداخل والخارج ورعايتها للجميع. هو ذلك الراعي الحاني والأب المعطاء والكارز الناري. نوجه له حديثنا في هذا اليوم المميز الذي تحل علينا فيه ذكرى تجليسه على كرسي القديس ماري مرقس، فهو البابا 18 بعد 100 من باباوات الكرازة المرقسية، خليفة القديس ماري مرقس. نصمت تماما ونرفع قلوبنا، كل واحد دلوقتي في مكانه يصلي يرفع قلبه لربنا ويقول له يا رب انت اللي تختار الراعي الصالح. دقيقة صمت كامل، كل واحد يرفع قلب ربنا يقول له يا رب انت الذي تختار الراعي الصالح. اللمبة تواضروس. قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا المدينة العظمى الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كل بلاد مصر ومدينة إلهنا أورشليم وبلاد الشرق والمهجر. تسلم عصر الرعاية من يد الرعاة العظم يسوع المسيح ابن الله الحي الدائم إلى الأبد، لترعى شعبه وتغذي بالتعاليم المحية، فقد ائتمنك على نفوس رعيته ومن يديك يطلب دمها. في هذا اليوم يا أبي نقدم لك أجمل التهاني من أعماق القلب بمناسبة تذكار تجليسكم على كرسي القديس ماري مرقس، ولا ننسى جهودكم المضنية في الكرازة المرقسية في سائر أنحاء المسكونة داخل مصر وخارجها. لا ننسى يا أبي زيارتكم الرعوية لأبنائكم في كل بقعة من بقاع الأرض.
قداسة بابا توادروس الثاني. يمكن هذه هي الزيارة الأولى لقداسة. ازيك ما كنتش أعرفك بس شفتك في أنا باجي هنا طبعا امتداد للزيارات السابقة، وزي ما حضرتك بتذكر الأجيال الأول والتاني والتالت والرابع والأجيال إلى ما شاء الله بيجمعها دائما حضن الكنيسة. فكم عمرتم من كنائس وأديرة في داخل مصر وخارجها، وتلك الأبوة الحانية لجميع أولادك في كل مكان وبصفة خاصة في بلاد المهجر. فلا ينكر أحد مجهوداتكم في الخارج ومدى اهتمام قداستكم بالخدمة والرعاية هناك وافتقادكم الدائم للجميع. كمثال حي للراعي الصالح الذي يبذل نفسه مثل سيده، الذي يحمل دوما صليبه. لا ننسى يا أبي وجودكم وسطنا في القارة الأسترالية عام 2017، لا ننسى تحملك عبء السفر بالرغم من الألام المبرحة التي كنت تعاني منها قداستكم، ألام العمود الفقري، لكن تحملت مشقة السفر لتفتقد أبنائك في القارة الأسترالية. وجود الكنيسة ما هوش مجرد مبنى أو مجرد طائفة أو مجرد مجموعة، لا، هو الكنيسة أولا وأخيرا هي حضن، ولأنها أم فهي حضن، والحضن ده بيحضن كل الأجيال، فيش بقى لا كبير ولا صغير، هو الكل الكنيسة. عشان كده شيء مهم جدا الارتباط الدائم بالكنيسة، يعني وجود علاقة قوية بين أي جيل زي ما بنعيشها في مصر وهنا، وأنا عارف إن كتير مرتبطين بالكنيسة كويس خالص ولهم علاقة طيبة. يعني بالرغم من كل هذه الألام تحملت مشقة السفر وأتيت إلى هذه القارة البعيدة لتفتقد أبنائك وتلتقي بأبنائك في المدارس القبطية وتزور الأديرة التي عمرت بالرهبان وتلتقي بالقيادات السياسية في هذه البلاد. بلا شك زرع المدارس لا يقل أهمية عن زرع الكنائس، وأحيانا أقول أن زرع المدرسة أهم. وعندنا في المدينة اللي أنا نشأت فيها في دمنهور سنة 1900 كان فيها كنيسة واحدة، لما جم يفكروا يعملوا كنيسة تانية قالوا لا نعمل مدرسة، فعملوا مدرسة اسمها مدرسة الأباط، وبعد 50 سنة أنشأوا الكنيسة التانية. والمدرسة دي اللي دخل فيها البابا كرولوس ودخل فيها البابا الشودة وأنا دخلت فيها كمان. كم بشرت بمصر وكنيستها وأديرتها، كم من مرة دعيت لزيارة مصر هذا البلد الذي يعيش في دواخلنا. الجميع ينزل لمصر بنظرة الاحترام والتقدير باعتبارها وطن له حضارة تمتد إلى آلاف الأعوام، ودايما أضحك ويا شعبنا في الكنائس واسألهم مصر أم الدنيا، دي كلمة معروفة عندنا، طب استراليا بالنسبة لها إيه بقى؟ فما بنقولش بنت، بنقول أختها الصغيرة. قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، القلب النابض بحب مصر وحب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حقيقة النهاردة من قلب القارة الأسترالية بنقدم لقداستكم كل الحب والتهنئة والتقدير لشخصيتكم الكارزة. حقيقة الشعب في القارة الأسترالية لا يستطيع أن ينسى زيارتكم التاريخية للقارة الأسترالية عام 2017. الأطفال الشباب أطفال المدارس القبطية وشباب المدارس القبطية لا يستطيعوا أن ينسوا هذه الزيارة التاريخية
اللي شملت قداستكم بيها محبتكم لأولادكم في كل أنحاء القارة الأسترالية. النهاردة الحقيقة وإحنا بنحتفل بذكرى تجليسكم على كرسي القديس ماري مرقس بنقدم لقداستكم كل الشكر والتقدير والحب على عطائكم لأولادكم في بلاد المهد. إن كانت كل بلاد العالم في يد الله فمصر بس في قلب الله. وجودة الكنيسة المصرية داعمة للوطن لأنها جزء من الوطن، وحتى المسيحية والإسلام بتاع مصر معتدل. عارفين ليه معتدل؟ أقول لكم على السبب، إن إحنا كلنا ساكنين حوالين نهر النيل، ونهر النيل نهر هادئ، فإحنا بنشرب منه المية وبنشرب منه الهدوء والاعتدال. نفتخر بكل مكونات الوطن، ونفتخر بشخصيات الوطن عبر التاريخ الطويل. ودائما في كل زيارة من زياراتي أحرص تماما على زيارة السيد السفير في المكان اللي أنا فيه، وبعتبر إن الساعة ولا الساعتين اللي بنقضيها الجو العائلي ده بنسميه الدفء العائلي. إحنا قاعدين دلوقتي عيلة واحدة، هي دي مصر، هو ده شكل مصر، فيها كده وفيها كده وفيها كده، كل ده بيجمعهم. أدام الرب لنا حياتكم وبركة صلواتكم يا كروز العصر، وإلى منتهى الأعوام يا أبينا ورعينا الحبيب.